السلام عليكم، كيفكم داير؟ لاباس؟ اللي راه يتفرج معنا فيديو بولا بريمير فاي ابوني معنا. نقول هذاك يضرب كيقولوا شغل زر التفاعل ولا شو يطلعوا لنا فيديو لي لايف. هيا ابونو ديروا هذيك لاكلوش باش كل فيديو يطلعوا. ان شاء الله هاد السيمانه بالك ندير زياره عند ولي سيدي بن عباس عند خونا. قال لي هو غادي نجي الصباح اي تاع الخدمه. قلت له عيطو ساهل هي كنت قاعد نتلاقو لما كناش نشوفو ان شاء الله كي يكتب لنا فين نتلاقو بلا كيما دابا. بلا لوطو ولا بلا لوطو، لوطو في البارك مديوني عم بتعمه. صح 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 هاي صح. ما قلت يخليه تام بعد عيط البوك ولا يجي عندي المديوني ولا هذا الوخي ما ننسى وين دابا البارك هو كوبي عليا وداني في لوجي تي بويا. زعما خطره واحد يعيط ولا صحابي ولا عندهم تليفون تاع بويا ولا صحابي عندهم تليفوني. خطره عيط لي واحد قال لي هاقول بوك ما يعيطليش في الليل. غايش يعيط له بويا شتا صباح يكون هكدا تليفون توشي للبطونه وما عندها ديجيتال عندها تليفون تاع بكري. قال لي شحال من خطره خلعنا زوج تاع صباح ثلاثة صباح الو الو ما كان والو. قال لي حابو قال لي كلا النيميرو تاعي من عندي واحد خطره. قال لي كلا النيميرو تاعي من عند من التليفون تاع بوك. قال لي خلعنا عند الزهره بنت عمك. واه هذا واه روح ليا معاه واه واه. لا لا راحت راحت وقلها في الركبه راحت في الركبه راحت في الركبه. روح عندها المديوني وصاير روح المديوني المديوني روح المديوني المديوني عند الزهره.
اي رايح على الروف. واه واه صح اي صح صح قال لي والله ما فهمت. قال لها قلت لك ندي. قلت له هلا عاود لي عيطت له. هي بغاش تعيط له قلت يقول له انت فات. ماضي صايف فات والمستقبل المجهول ما تعرفش كاين. يقول له غادي غادي لا مستقبل راه بين يد ربي سبحانه. ربي غادي هو يعرف شنو كاين. ما تكونش تحاصر روحك لا هذه تاع بكري كون درت هكا وغادي ندير لا كون هذه راحت صايم ما كاش. والمستقبل المجهول واش عارف المستقبل راه جايب غير ربي سبحانه اللي على باله. ادعي ربي ربي ما يغيدكش صاي يعطيك اكثر من اللي راك باغي. ايوا
بلا هذا مول اكسبريس نضاري انا نشري عليه. يبيع مسمن كاع تلمسان فطيره مطلوع مغنيه ولا تلمسان المهم ناس ملاكي هو كي اللي معاه الجان هذاك اللي معاه ما عندكش يقول لك دي نضاري نشري عليهم انا. باتيور الباتي مثلا تاني ما كملوهمش والناس دخلوا فيهم كملوا صوره وحدهم هذا استاذ تعويت ويت هذا انا قلت لكم عم نقط واحدين هو معي الكبار بزاف قال لي لا صاحبي احنا زعما صغار منا اي ما بغيت بلي الخبره اي بالخبره قاعد يما كي جالهم 60 متر قال لي لا قبال ابو هذه لعب الخبره تلعب دور ثاني قلت له ماشي بالعقل ماشي بالجهد ولا اخر ماشي بالعقل العقل يلعب دور لا عندك الاخر وعقلك خاوي ما يدير والو في كاع الدنيا وسوس تاع البنادم عقلك هو اساسك عقل الساس راح صافي ايوا مولا سيد المدير استماع خلوكم بخير سلام.